فيصل، أبي أسألك أنت سؤال تحديدا، رأيك في أمين الشرميطي هل أضاف للعربي شيء؟ والله لا. شو تبغى أنت يا أما أمين الشرميط أمانة هداف، أمين أمين هداف، أمين الشرميط هداف بلنتي. نعم بغض النظر، شوف أمين الشرميط لا يعني إحنا اللي كنا يعني على السي في، السي في اللي عند أمين الشرميطي الأندية اللي لعب فيها أمين الشرميطي المفروض يكون إضافة أكثر من كذي للنادي العربي. يعني هو أوكي قاعد يأدي، لكن مو فارق إن تقول والله المحترف الفارق اللي قاعد يرفع النادي أو يشيل النادي العربي، لا قاعد أشوفه أنا لاعب عادي بالنادي. أحمد أنت أيضا من ضمن الحقبة الجميلة.